لكم موضوعيتكم ولنا موضوعيتنا. بموضوعية مع وليد عبود كل اثنين 9:30 مباشرة على الان تي في. Jewers, some things are just worth doing. With Subaru Forester, get ready for the coming season and benefit now from attractive offers. مكفى هلا وصار وقت نكون عم نحكي عن مشاهير واخبار وشو عم بيعملوا ولثلثة حكي اكيد مثل نسوان فروم بسموه يعني لازم نسميها نسوان فيليب وميني بي اذا بتحبوا تنتقلوا لهونيك وتركونا نحن وحدنا. ليه بس انا صراحه مع الوقت عم بكتشف انه الشباب بيحكوا اكثر من البنات كثير بحبوا يحكوا يسمعوا هيك بس انه هن عاملين حالهم انه هن عاملين نسوان بيطلعوا بيحكوا اكثر. فتحنا تمنا ميني بي انا وياك حياتنا فتحنا تمنا هلا ما رح نحب عملوا هيك بيعملوا مشكل بقول هوا لكن شو بدك تحكي انا بس انا وميني مش معقول نحكي انه قصص بتضحك على الهوا مش هيك رح ننتقل لك بس هيك خبر ما اخبر. ايه شو بتخبرونا؟ ماشي هيك انتو ننزل وين؟ ننزل وين؟ انا وامي عنا خبريه عنا مش معقول ننزلوها؟ أنا... امي حيل ورقه مين يعني ما بنعرفها بتكون انا خبر مثل ما بتكون مثل العاده هي عندها مشاكل ونهار بتسكر مره بتكسر سيارتها مره بتضرب حدا ما بنحكي عنهم صراحه ايه عشان ما بنعرف نحكي عنها بس يلا نحكي عنها شو عنها نحن امبارح مع فيليب كنا شفنا اكثر الشخصيات اللي العالم بتحب هيك تعرف اخبارهم فكان جنزي من بينهم هلا شو كانت عم تعمل بخبركم هي كانت بظهره من كلاب وكانت سكرانه كثير سكرانه وظهر ريت عم بتسوق عملت كار اكسيدنت بعدين وقفوها البوليس قالوا لها انه هيدا انت وكذبت عليهم وهي وهن اكيد عرفوا البوليس انه هي عملت الاكسيدنت بس كذبت عليهم وغير هيك غير هالقصة كمان هي ظاهره من الكلب ضربت بنت اوكي بوكس يعني عرفت البوكس دغري على الوجه يعني حلو بنعرف انه نينزي لوهان عندها مشاكل كانت كثير كبيره ود ذا لو وكانت ممنوع تكون شي از درايفنج اندر ذا انفلونس اكيد وكانت تاخذ كثير دراجز كانت بريهاب يو اي سموها درايفنج اندر ذا انفلونس جايز نحن رح نكون عم ننتقل لايف كثير من اذن تي في من بعدها اكيد بنكفي حلقتنا خليكم معنا أهلا بكم مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة إلى قصر المؤتمرات في دبي لمتابعة وقائع الذكرى 23 لاغتيال الرئيس روني معوض ورفاقه لا وطن ولا دولة ولا كيان دون وحدة الشعب ولا وحدة دون وفاق ولا مصالحة دون تسامح وتضحية ولا شيء من كل هذا دون إيمان ومحبة.
وين ما رحت بالعالم بفتخر وبرفع راسي لأني لبنانية. وين ما رحت بالعالم شوف لبنان، لبنان الحياة، لبنان الانفتاح وقبول الآخر، لبنان الرسالة. هذا لبنان يلي بحب شوفه بلبنان. كرمالك يا لبنان غنية بحب أهديها لرني معوض. رئيس جمهورية بلادي الاستشهد، كرمال الاستقلال ويوم الاستقلال، ولكل الشهداء، كل شهداء لبنان. كرمالك يا لبنان بحب أطلب من الشباب والجيل الجديد يدافعوا عن قناعاتهم بالكلمة وبالموقف، مش بالسلاح ولا بالعنف. كرمالك يا لبنان بحب أطلب من المغتربين يضلوا يؤمنوا بلبنان ويرفعوا رايته حوالى العالم كله. كرمالك يا لبنان أنا وكل واحد بحب لبنان رح نوقف سوا متحدين تنغني هالغنية ونقول لا للاغتيال، لا لكل ايد بتنرفع عليك. كرمالك. Hi.
بتتحرك قلبك شامخ ما بيتكسر انت شايف قلبك شامخ ما بيتكسر شامك في عنده ايمان وراء اسمك يا كفانا عذابا كفانا ذلا وكفانا دما كفانا تقهقرا وكفانا إفقارا كفانا تهجيرا وكفانا تهجرا كفانا رهانات وكفانا مغامرات سعدنا رفنا زهقنا ظلمتونا كفاية طلعتونا من الحي اللي نحنا ربينا فيه نحنا ما بدنا ياكم تبكوا على كتافنا ما بدنا منكم تساعدونا بس نحنا بعدنا مكفيين رايحة اشتغل بي تي في وكتير زعلانة اللي انا رايحة اشتغل لك يعني ما في شيء يشجع الواحد لحتى يقعد بهالبلد صار تقديري انه تطورنا لفكره القتل بحاجه لاعاده تحديد القتل مش بالضروره انه يسيل دم في قتل كثير ما بيسيل دم وللاسف انه احيانا ننسى انه القتل اللي ما بيسيل دم هو كمان جريمه ما شهادة يعني ما في شغل مسؤول يعني عمي دبر لي اياها الشغل بسبب انه ما في هنا شغل وحال مادي كثير صعب هون يعني كل سنة عم يلحقنا زودة 500,000 400,000 وخلص اكيد نحن ضد الزودة كيف على العالم رح ننكرها بكل الاحوال وقت يلي بسكر محل مثل بودا بار ماركة عالمية بتسكر مش معناتها انه هيدا بس سكر معناتها الماركات الثانية العالمية اللي بتفكر تجي على لبنان بدها تفكر مليون مرة قبل ما تجي بدها تجي تشوف ليش سكرت هيدا ليش وقف ليش صار في دراسات بدها تنعمل ما فينا نطلع بس نقول للناس انه نحن ما عندنا مشكلة نحن بقالت خير هؤلاء الشبان الذين نشاهدهم الان في الساسة هم شباب الجناح العسكري لآل المقداد قديش صرتوا خاطفين يا شباب ما فيني لكم شيء الا انه ربي ربنا يكون معنا ويوعينا ويوعي كل ضمائر كل هالعالم وكل هالكون يكونوا معنا ويوعوا الضمير الانسانيه وضمير شو بدي اقول شو بعد في ضمير ممكن الانسان يكون عنده تحت يأذي هيك خلصنا بقى مظبوط انا فقدت شريكة حياتي واولادي فقدوا مرتي وامهم ورفيقتهم بهالحياة
وهني بهالعمر بأمس الحاجة لألها، حابب بوصل رسالة صغيرة. قد ما تعملوا فينا بكل طوائفنا، نحن باقيين هون بالأشرفية خاصة وبلبنان كاملا، قد ما تخجلوا قد ما تشقوا قد ما تخجلوا فينا نحن رح نبقى، ويمكن هذه رح تكون حرقة بقلبكم انه نحن باقيين. ثلاث مرات قال لي اياها البطريرك الكاردينال الراعي، ثلاث مرات: يا بنتي هالارض مقدسه، هالارض مقدسه، هيدي الارض مقدسه. ثلاث مرات قال لي اياها الكاردينال. خلينا نقعد ونطلع بافكار بناءه خيره تحمي بلدنا، تحمي سياحتنا، تحمي اقتصادنا. تقله للقاتل انت ما رح تنجح، تقله للقتيل انت ربحت، وتقله للي عم بيخطط يخرب هذا البلد، هذا البلد ما رح يخرب. قادرين نحن ما نخليه يخرب، قادرين نحن نقاف بوجه آلة القتل، وقادرين نحن نمنع هذا الآلة من انها تحقق اهدافها. I'm not afraid of the dark.
الرئيس الطيب والبطل يلي حاول من كل قلبه يحافظ على لبنان ووحدة الشعب قتلوه، لكن الأمل بيبقى إنه رح يجي يوم ويتقاصص فيها المجرم وترتد عليهم. بكره سنة النار
وبدنا نعرف مين. والمستقبل يمكن يفتح لنا بواب عفوا نعرف كلبنانيين كلنا مين، ونتفاجأ فيها كما تفاجأ المصريون بأن وزير الداخلية المصري كان ضالع في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية من 4 أسابيع. أنا حسابي مع وسام الحسن وأشرف ريفي قائم في السابق والآتي والقادم. بقول له لا المجرم أبو مازن وسام الحسن أعلى ما في خيلك ركبته، والرد قادم وسريعا وبإذن الله. طبعا وسنضحك كثيرا لأن هناك الكثير من الكوميديا السياسية الآن في الطبقة السياسية اللبنانية. كان هو لا فريق سياسي معين، مش لكل اللبنانيين بهالطريقه. لا انا برفض هالكلام. اذا نختم الحلقه على فكره انه الشهداء ال12 اللي ماتوا من سنه 2005 لليوم منهم شهداء ل14 اذار. لا هن شهداء لكل لبنان. هذا هو النموذج، رصد تحريض وتخوين، اغتيال والسير في الجنازة، الترحم وتبني الشهادة، إحالة الجريمة المستنكرة على المجلس العدلي، ترهيب العدالة وتعطيل العدالة. وبعتقد لا بثلاثين يوم ولا بستين يوم ولا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثين سنة ولا بثلاثمية سنة بيقدروا يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا. لبنان سلوا لبنانكم، أمجرم من زينه أم أنتم؟ يا من بنيتم أمنكم بدماء أجساد الصغار، يا من بنيتم أمنكم بدماء أجساد الصغار، لا لا لن تستطيع غسل هذا العار. يا أخوان الموت يا حلوة التاريخ لا يلغى بقرار. 22 من تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال، سنحوله من ذكرى إلى عيد، وبالإيمان وبالمحبة بالتعاون والتضامن نمحو الحزن، ننتصر على اليأس، نستعيد شرف الانتماء، هوية واحدة لأرض واحدة. لماذا اغتالوا الرئيس؟ لماذا اغتالوا من جسد الدولة والوثاق ولا أعداء له؟ لماذا اغتالوا رينيه معوض؟ لماذا؟ لقضم الوطن، لضم الوطن للوصايا. اغتيل غني معوض رئيسا لجمهورية لبنان، وبعد 22 سنة لا يوجد إلا ورقة يتيمة في ملفه المحال إلى المجلس العدلي، ورقة مضمونها الإعلان الرسمي عن حدوث الوفاة. والخبر رقم 178 ألف دال تاريخ 10/9/91 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة حزب القوات اللبنانية في بيروت وتحل الجمعية المذكورة. يا
بعد أن خرجت إسرائيل، أفلم يحن الوقت للجيش السوري ليعيد النظر في انتشاره تمهيدا لانسحابه نهائيا عملا باتفاق الطائف؟ عم يتهمونا انه نحن ودناع بالامبراطورية بالمنطقة بده يقطع علينا 10452 كيلومتر مربع. بتضلك وطني، بتضلك وطني، بتضلك وطني، بتضلك وطني يا وطني. يوسع الخطر Oh.
من أطفال قانا إلى أطفال الأشرفية، قضية واحدة، قضية وطن، قضية سيادة وكرامة، قضية حرية وسلام. لبنان لن يمنحكم سلام الانكسار، لم يهزمنا احتلال ولن يكسرنا سلاح. تحية إلى شهداء لبنان، كل شهداء لبنان. أنتم الصخرة، وعلى هذه الصخرة سنبني وطنا سيدا حرا مستقلا، وأبواب الجحيم لن تقوى علينا. فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، راعي هذا الاحتفال ممثلا بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سمير مقبل. دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بغي ممثلا بمعالي الأستاذ عبد اللطيف الزين. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب مئاتي ممثلا بدولة الأستاذ سمير مقبل. فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل ممثلا بالست جورج. غبطة البطريرك الكاردينال مغبشارة بوتسراعي ممثلا بسيادة المطران جوزيف معوض. غبطة الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ممثلا بسماحة الشيخ رمضان الحوت. سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد العميد قبلان ممثلا بالأستاذ معن الأسعد. غبطة البطريرك الأرمن الكاثوليك ممثلا بسيادة نائب البطريرك مطران جان طيروز. دولة الرئيس الأستاذ فؤاد السنيورة. دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ممثلا بالأستاذ نبيل بخير. معالي الوزراء، سعادة السفراء والنواب الحاليين والسابقين، الدكتور تامير جعجع ممثلا بالأستاذ جورج عدوان. الأستاذ وليد جنبلاط ممثلاً بالأستاذ زغيد ياغي. النقباء والفعاليات الدينية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية، ست نيلة. رفاقي في حركة الاستقلال، أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون، بدكم تسمحوا لي اليوم انه اتجاوز العرف، بدكم تسمحوا لي اليوم انه اخرج عن تقليد الخطاب المكتوب. بكفي بقى، بكفي توابيت، بكفي شهداء، بكفي دم، بكفي دمار، بكفي. صار اكبر حزب بلبنان حزب الشهداء والمفقودين. هيدا هو لبنان اللي بدنا اياه؟ هل صار قدرنا ننتقل من جنازة لجنازة ومن ذكرى شهيد لذكرى شهيد؟ 23 سنة على اغتيال غني معوض، وكل سنة عم بيزيد تابوت، وكل سنة عم بيسقط شهيد.
كل سنة عم بيزيد الدم، وكل سنة عم بتزيد الفوضى. لا، لن نخضع، لن نقبل، لن نسلم لبنان لأعداء السلام. أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، مرة جديدة لبنان بخطر. لبنان عم يتعرض لهجمتين، هجمة من قبل النظام السوري بهدف الفتنة، لأنه بيعتبر هذا النظام أنه كل ما وسع دائرة الفتنة من حواليه كل ما بيقدر يحمي نظامه. وهيدا عم نشوفه كل يوم بعكار وبعرسال وبطرابلس. هيدا شفناه وقت انكشفت شبكات ميشيل سماحة وعلي مملوك وبوسينة شعبان وبشار الأسد. ولبنان كمان عم يتعرض لهجمة أكبر وأخطر. لبنان عم يتعرض لهجمة من إيران ولاية الفقيه، هل معتبرة أنه بدها تعود خسارتها بسوريا وخسارتها بفلسطين بوضع اليد على لبنان. سوريا بدها الفتنة، إيران ما بدها الفتنة. إيران بدها أخضاع كل لبنان، بدها تحويل كل لبنان إلى ضاحية إيرانية، شو ما كانت الوسائل، شو ما كان الثمن، حتى لو كان الثمن حروب ودمار واغتيالات وسبعة أيار وأيوب وقمصان صود. تعددت الوسائل والهدف واحد، إخضاع لبنان، إخضاع لبنان. لن نخضع ولا ولاية لأي فقيه على أرض لبنان. أحبائي، عم نحيي هالذكرى بوقت عادة مكانة القتل، عادة الاغتيالات. سمير جعجع، بطرس حرب، وسام الحسن، هالاغتيالات عم بتطال فريق واحد في لبنان، 14 أذار. أو إذا بدي يكون أداء، هالاغتيالات عم بتطال خيار واحد في لبنان، الخيار السيادة، خيار الدولة. بيهددونا، بيخونونا، بيقتلونا، بيمشوا بجنازة وبعدين بيسألونا ليش مش عم نتهم إسرائيل. إسرائيل عدو، نعم صحيح. إسرائيل بتعملها، كمان صحيح، لأنه تاريخها حافل بالعنف والحرب والاغتيالات. ولكن لسوء حظنا ولسوء حظ لبنان، مش إسرائيل اللي اغتالت غني معوض، ولا قبله كمال جنبلاط وبشير جميل، ولا بعده رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرض وصولا إلى وسام الحسن. الكلام اللي عم بحكيه مش ظالم يا سيد حسن، هيدي هي الحقيقة. الحقيقة مثل ما هي، بكل شفافية، بكل جرأة، بكل وضوح وبدون كفوف. ليش مش عم نتهم إسرائيل؟ في ألف سبب وسبب ليش مش عم نتهم إسرائيل. وهيدا الكلام مش لإلي، هيدا الكلام للنائب سليمان فرنجي. ليش مش عم نتهم إسرائيل؟ لأنه مش إسرائيل اللي هددت وخونت شهدائنا، مش إسرائيل اللي قالت عن رفيق الحريري بخيل قريتم أو راس رفعة، ولا إسرائيل اللي رفعت صور جبران الطويني ومكتوب تحت حخام، ولا إسرائيل اللي قالت عن وسام الحسن رح تتفحم. وطبعا مش إسرائيل اللي عم تحمي المتهمين، مش إسرائيل اللي عم تعرق للتحقيق، مش إسرائيل اللي هربت حبيب الشرطوني من سجن وزارة الدفاع ببعبدة ب 13 تشرين 1990. مش إسرائيل
لعقلت ملف تحقيق غني معوض الرئيس. مش إسرائيل اللي عم تعرق المحكمة الدولية، مش إسرائيل اللي عم تمانع تسليم داتا الاتصالات. شو هالمعادلة اللي بدهم يقنعونا فيها؟ لحقوني مزبوط، شوفوا شو هالمعادلة اللي بدهم يقنعوا اللبنانيين فيها. واحد، سوريا وإيران وحلفائهم بلبنان هن اللي بيهددوا، هن اللي بيخونوا، هن اللي بيوضعوا الهدف. شو بيصير بعدين؟ إسرائيل هي بتقتل. شو بيصير بعد إسرائيل بتقتل؟ سوريا وإيران وحلفائهم بلبنان هن بيعرقلوا التحقيق. وبدي أقول أكثر من هيك، أمتى إسرائيل بتوقف القتل؟ وقتها بنعمل تسوية مع حزب الله وسوريا وإيران. مش هيدا اللي صار وقت تسوية الدوحة؟ عملنا اتفاق الدوحة مع مين؟ مع حزب الله وسوريا وإيران. مين وقف القتل؟ إسرائيل. هيدا اللي بدهم يقنعونا فيه، هيدا اللي بدهم يقنعوكم فيه. ليش مش عم نتهم إسرائيل؟ مش عم نتهم إسرائيل لأنه في 4 متهمين من أعلى مرجع قضائي دولي بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهول المتهمين ما اسلم شلومو وإيهود ودافيد ولا شارون، اسمهم مصطفى بدر الدين، اسمهم سليم عياش، اسمهم حسين عنيسي، اسمهم أسد صبرة. 4 متهمين، 4 متهمين وموجود بملفهم أكثر من 13200 قرينة لاتهامهم. 13200 قرينة، مش 1 و2 و5 و10، 13200 قرينة موجود بملفهم، أكثر من 570 شاهد. شو الجواب؟ هيدي محكمة إسرائيلية أمريكية عم تتهم بالسياسة. طب كمان بحقنا نسأل، هيدي محكمة أمريكية إسرائيلية مدعومة من روسيا والصين، هل هن رمز الممانعة في الدفاع عن النظام السوري في وجه الشعب السوري؟ بدنا نعرف، روسيا والصين هن حالة أمريكية إسرائيلية أو رمز للممانعة؟ بدهم يجاوبونا. وطبعا مش إسرائيل اللي عم تحميهم، ومش إسرائيل اللي حولتهم لقديسين. محكمة إسرائيلية أمريكية، فهمنا، لو سلمنا جدل بذلك، في متهم، مش هيك يا ست مغلان؟ في متهم بقضية محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب، اللي كنا تمنينا أنه هو يكون بيناتنا اليوم، مش أنت تكوني، مع أنه نحن منتشغف وجودك يا ست مغلان. بس شوفوا الصف الأول، شوفوا كيف السياسيين ما بقى عم بيقدروا يتحركوا لأنه إسرائيل بدها تغتالهم. في متهم للعدالة اللبنانية اسمه محمود الحيت بمحاولة اغتيال، بملف محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب. ليش مش عم يتسلم للعدالة؟ كمان العدالة اللبنانية أمريكية إسرائيلية؟ بدنا نكمل؟ بدكم يانا نكمل؟ ميشيل سماحة، علي مملوك، بوسينة شعبان، بشار الأسد، هول عندهم هويات إسرائيلية؟ بالسياسة يمكن إيه. بكف بقى، بكف اغتيالات، بكف دم، بكف دمار، بكف الاستخفاف بعقول اللبنانيين. هيدا الكلام اللي عم بحكيه مش للتجنيج، وهيدا الكلام مش للتحبيط. نحن بالذات اللي ما بدنا فتنة، نحن اللي بدنا استقرار، نحن اللي بدنا سلام. نحن عارفين تماما انه بالنتيجة اذا بده يقوم لبنان بدنا نسامح وبدنا نتصالح. ونحن رجال جاهزين كرمال لبنان لمصالحة وطنية لا تستثني احدا، حتى ولا اولئك الذين يصرون على استثناء انفسهم منها. وعم بستعيد طبعا هون كلام للرئيس غنيم عوض عشية استشهاده. بس في فرق جوهري واساسي، في فرق
أساسي وجوهري بين المصالحة كرمال لبنان وهالمصالحة الأسس، وبين الخضوع لهيمنة السلاح ولمنظومة الاغتيال. المصالحة بتبني وطن، الخضوع بيأسس لوصاية. وخلينا نكون واضحين، لا مصالحة دون وقف آلة القتل ودون تسليم المتهمين، لا مصالحة على حساب سيادة لبنان، لا مصالحة إلا تحت سقف دولة واحدة ودستور واحد وجيش واحد. المصالحة على قياس لبنان، مش على قياس حدا بلبنان ولا على قياس حزب بلبنان. لا مصالحة على حساب النظام الديمقراطي والحرية والصيغة، يعني الطائف والشراكة بين اللبنانيين. هيدي هي أسس المصالحة، المصالحة كرمال لبنان. وخارج هالأسس ما منكون عم نحكي عن مصالحة، منكون عم نحكي عن إخضاع وخضوع ووصاية. وما في وصاية بتولد استقرار، الوصاية ما بتولد إلا قهر ودم وإلات ودمار. نعم نحن جاهزين لمصالحة، ولكن لن نخضع، لن نخضع لمشروع الوصاية الجديدة هاللي عم بيحاولوا يفرضوها على اللبنانيين. لن نخضع لمشروع تحويل لبنان إلى ساحة مستباحة للاغتيال والإلغاء. لبنان أرض الحرية اللي قاومت الاحتلال والطغيان، ونحن مصرين أنه يبقى لبنان وطن للحرية وللكرامة وللإنسان. لن نخضع، لن نخضع لمشروع تحويل لبنان لمنصة صواريخ أو لطيارة بدون طيار. لن نخضع لمشروع تحويل اللبنانيين إلى وقود لصراع إقليمي على أرض لبنان. وإذا تدمر لبنان ما بيعود يفيد الحكي، ما بيعود يفيد حدا يقلنا لو كنت أعلم. ما فينا نقبل باللي عم بيصير. جيشين، مطارين، مرفقين، قانونين، أجنحة عسكرية، دوليب محروقة، تسكير طرقات، مطار مخطوف، تسكير مؤسسات، بطالة، فقر، سلاح وتطرف، كراهية، أدوية فاسدة، كبتاجون، لحوم فاسدة، حتى هواء فاسد. مشاريع إلهية ما هم وجع الناس ولا هم لبنان ولا هم اللبنانيين ولا الأقساط المدرسية ولا الكهرباء ولا مستقبل الشباب. ما فينا نقبل العودة إلى أيام الحرب وويلات الحرب، عشناها ما بدنا نرجع لها. ما فينا نقبل بتوريط لبنان بعمليات خارج حدوده وبتعريض اللبنانيين بالعالم بمصالحهم ولقمة عيشهم. ما فينا نقبل، ما رح نقبل، لن نخضع. لن نخضع. وإذا لا سمح الله تم إخضاع لبنان، خليني أقول لكم شو حيصير. اللي رح يصير أنه حتتحول مواجهة مشروع إيران في لبنان من مواجهة لبنانية جامعة تحت سقف الدولة اللبنانية، تحت سقف العلم اللبناني، إلى مواجهة مذهبية مرتبطة بالصراع القائم بالمنطقة بين ولاية فقيه شيعي وتكفير سنة. وتصور ساعتها شو بده يصير. ساعتها عوض بسلامتنا على لبنان، على لبنان الهوية والإنسان والكيان. لبنان لن يمنحكم سلام الانكسار، ولن نسلم لبنان إلى أعداء السلام. موقفنا من طاولة الحوار نابع من هالمنطق بالذات. نعم للمصالحة كرمال لبنان، لا للخضوع، لا للوصاية. موقفنا من طاولة الحوار مش موقف فئوي انه والله 14 أزار مشنجين ما بدهم يروحوا يحيروا، لا ما حدا يصور لكم القصة هيك. موقفنا من طاولة الحوار موقف وطني. طبعا نحن منحيي فخامة رئيس الجمهورية،
ومنحي جهوده ومواقفه ومنقدر تماما اللي عم بيحاول يقوم فيه. ولكن يا ريت المشكلة عند رئيس الجمهورية. المشكلة منا عند رئيس الجمهورية. المشكلة أنه الحوار اللي اليوم مطروح على اللبنانيين ولا هدف الحوار ولا الهدف المصالحة، هدف الإذعان، هدف الصورة لتكريس الأمر الواقع، لتكريس الوصاية، لتكريس الخضوع. بدهم يتعاطوا معنا بالحوار وبقضية الحوار تماما مثل ما بيتعاطوا الإسرائيليين مع القيادات والشعب الفلسطيني. بيخلقوا أمر واقع وبعدين بيقولون ولو روحوا على الحوار. بيختالوا قيادة من القيادات الفلسطينية بيقولون ولو على الحوار. بيعملوا مستوطن جديدة بيقولون ولو على الحوار. هيك تتعاطى إسرائيل مع الفلسطينيين وهيك بدهم يتعاطوا معنا. بدهم ينا نروح للحوار وبنفس الوقت آلة القتل بعدها موجودة. بنفس الوقت المتهمين محميين وبنفس الوقت المتهمين بعدهم قديسين. بس ولو روحوا على الحوار، ما تتشنجوا يا شباب. بدهم ينا نروح على الحوار وبنفس الوقت هن مكملين. مكملين كأنه شيئا لم يكن، كأنه ما في دولة اسمها لبنان، وكأنه ما في وطن اسمه لبنان، وكأنه ما عندهم شركة بلبنان. أنا ما بدي أرجع للألفين وستة. تتذكروا تفاهمات الحوار، المحكمة الدولية، الإجماع على المحكمة الدولية. تتذكروا السلاح الفلسطيني، بتتذكروا ترسيم الحدود. بتتذكروا يا دولة الرئيس قبل بأسبوع من حرب تموز كيف وعدتوا أنه لا ما حنعمل أي عملية عرض لبنان، وبعد بأسبوع فتنا بحرب تموز. تتذكر يا دولة الرئيس؟ ما بدي أرجع لل2006، وما بدي أرجع لل2009 والانقلاب على اتفاق الدوحة اللي هو أساساً انعمل بالإذعان وتحت وطأة سلاح وتحت وطأة سبع أيار. أنا بس بدي أرجع لآخر جلسة حوار اللي صارت ببعبدة من أسابيع قليلة، واللي حضرها جزء من 14 أذار، واللي طلعت بإعلان عظيم اسمه إعلان بعبدة. شو بيقول هيدا الإعلان؟ إعلان بعبدة بيقول ببند أساسي منه تحييد لبنان من الصراعات الإقليمية. طلعنا على الحوار وتفهمنا على تحييد لبنان من الصراعات الإقليمية. شو اللي صار من بعد هذا؟ مش بعد بسنة، بعد بأسبوع طارت طيارة أيوب بدون طيار، وطلعت إيران رسميا قالت أنه هذه طيارة إيرانية، وهذه تجميع إيراني، الفصدران الإيراني جماعة بلبنان، والصور راحت على إيران بعد بأسبوع من القرار الجماعي بتحييد لبنان. شو اللي صار بعد بأسبوع وبأسبوعين؟ بلشنا عم نشيع الجهاديين اللي طبعا قاموا بواجبهم الجهادي مش بوجه اسرائيل، بوجه الشعب السوري. هذا هو تحييد لبنان. شو اللي صار بعد اعلان بعبده؟ صار انه تم اغتيال وسام الحسن. هذا الحوار اللي بدهم ياخذونا لهم. وبدي أقول أكثر من هيك، بدي أوضح لللبنانيين أنه طاولة الحوار أنشئت بظروف استثنائية وبمواضيع محددة. باقي منا موضوع واحد اسمه سلاح حزب الله، أو إذا بدكم استراتيجية دفاعية. طاولة الحوار منا مؤسسة دستورية جديدة بديلة عن بقية المؤسسات. طاولة الحوار منا بديل عن رئاسة الجمهورية أو عن رئاسة الحكومة أو عن الحكومة أو عن رئاسة مجلس النواب أو عن مجلس النواب. نحن ما بدنا نعمل انقلاب على الطائف عبر طاولة الحوار. كل ما بنختلف على شيء تفضلوا على طاولة الحوار. هلأ مختلفين على الحكومة، تفضلوا على طاولة الحوار. بكرة على سلسلة الرتب والرواتب، تفضلوا على طاولة الحوار. شو بيصيروا بقية المؤسسات الدستورية خاضعة لطاولة الحوار اللي هي خاضعة لإرادة إلهية خارج لبنان؟ هيدا انقلاب على الطائف، وهيدا ما ممكن أنه نسمح فيه. نحن ما بدنا نحول لبنان لأفغانستان وطاولة الحوار للويا جرجا لمجلس عشائر. لا، نحن وطن ودولة فيها مؤسسات، ما بقى نقبل أنه طاولة الحوار تكون بديل عن هالمؤسسات. لكل هالأسباب
نحن عم نقول بمسؤولية وطنية ما فينا نشارك بطاولة الحوار قبل ما كل هالأمور تتوضح، قبل ما طاولة الحوار تتحول من طاولة إذعان إلى طاولة حوار حقيقية. وما حدا ينغش وما حدا يغش اللبنانيين. مشاركتنا بطاولة الحوار ما بتأمن استقرار. رحنا على طاولة الحوار تم اغتيال وسام الحسن، رحنا على طاولة الحوار طار طيارة أيوب. لا، الحل ما بيكون بطاولة الحوار، الحل بده قبل كل شيء بده قرار. أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، لن يستسلم لبنان لأعداء السلام. قرارنا المواجهة، المواجهة من أجل لبنان، من أجل الاستقرار، من أجل السلام. ولكننا لن نواجه السلاح بالسلاح. مشروعنا الدولة، مشروعنا مش الفتنة. لن نواجه المذهبية بالمذهبية، بل بالميثاق وبالشراكة المسيحية الإسلامية. خلي يكون واضح للجميع أنه نحن ما ضد حزب الله لأنه حزب شيعي، نحن ضد حزب الله لأنه أداة مسلحة لوصاية على لبنان. نحن ما ضد الطائفة الشيعية، ونحن ما مع الطائفة السنية. نحن مع لبنان بوجه الوصاية، بوجه أي وصاية. نحن مع الدولة بوجه الدويلات والفوضى والسلاح، بوجه أي سلاح. نحن مع الاعتدال بوجه أي تطرف، إن كان هذا التطرف شيعي أو كان هذا التطرف سني أو كان هذا التطرف مسيحي. والسؤال اللي كتار منكم عم تطرحوه، شو يعني مواجهة مشروع حزب الله إيران بالدولة وبالشراكة المسيحية الإسلامية؟ شو معناتها هيدا الكلام عمليا؟ هيدا بيعني عمليا ضرورة استرجاع الدولة من هيمنة السلاح عليها، وإلا بنرجع لواقع ما قبل 2005. تتذكروا شكل دولة خاضعة بقرارها السياسي ومؤسساتها لإدارة عنجر. إذا نحن ما استرجعنا الدولة من هيمنة السلاح عليها، بيكون في مشروع خارج الدولة بيعمل اللي بده إياه، وبيكون في دولة خاضعة بقرارها وبمؤسساتها لإدارة هيدا السلاح. هيدي هي الوصاية، ونحن ما بدنا نرجع لورا. من هالمنطلق بالذات مطالبتنا بإسقاط الحكومة، مش لأنه نحن عنا مشكلة شخصية مع الوزراء أو مع رئيس الحكومة، وبالعكس في بعض الوزراء موجودين هون وفي بعض الوزراء بتربطنا علاقة شخصية معهم، ولكن هالحكومة بتوازناتها وبأكثريتها هي حكومة الوصاية الجديدة على لبنان. ومن هالمنطلق ما عنا إلا حل واحد، الذهاب إلى انتخابات نيابية ومطالبة الشعب اللبناني أنه يمنحنا أكثرية واضحة. وخليني أوضح، أكثرية واضحة يعني أكثرية من دون الوسطيين، سنقدر نشكل حكومة سيادية بيكون فيها رئيس الحكومة رئيس حكومة الدولة اللبنانية، وزير الخارجية وزير خارجية الدولة اللبنانية، وزير الدفاع وزير دفاع الدولة اللبنانية، وزير الداخلية وزير داخلية الدولة اللبنانية، وزير الاتصالات وزير اتصالات الدولة اللبنانية، وزير العدل وزير للعدل وزير الدولة اللبنانية. هيدا الكلام توضحه ما بيعني انه نحن ضد الوسطيين، ولا انه نحن ما رح نتحالف معهم او مع البعض منهم بالانتخابات النيابية، مش هيك يا استاذ دوغاس؟ بالعكس تماما، نحن بحاجة تنوسع تحالفاتنا اذا بدنا نحمي لبنان. نحن بحاجة تنرجع نحط ايدنا بايدكم يا استاذ دوغاس. بس هيدا الكلام بيعني انه نحن بدنا نحمل وسطيين من المسدس المرفوع على رأسهم وعلى رأس لبنان. وهيدا بيعني
أنه ما فينا نرجع إلى التوازنات اللي أفرزتها انتخابات النيابية بال 2009 واللي سمحت لحزب الله أنه يقوم بالانقلاب واللي محميت لبنان. استرجاع الدولة من هيمنة السلاح هيدا هو الحل، وهيدا بده أكثرية واضحة، وهالأكثرية ما ممكن أنه نحصل عليها إلا بإعادة إحياء روح 14 أذار، إلا بالمصالحة مع جمهورنا، إلا بالعودة إلى الأصالة، إلا بالعودة إلى الوضوح. إذا بدنا نرجع اللبنانيين للساحة الحرية، بدنا نطوي نهائيا صفحة التسويات والمساومات والأخطاء والخطايا. إذا بدنا نرجع اللبنانيين للساحة، بدنا نقول لهم أننا جديرين بالثقة، بدنا نقول لهم بوضوح شو بدنا، بدنا نقول لهم بوضوح لوين بدنا ناخذهم. وهون بدكم تسمحوا لي أن أتوجه لشركائي ولحلفائي ب 14 أذار، بدي أتوجه لهم تقول قضيتنا محقق، العناوين اللي رافعينها عناوين صحيحة، ولكن الأداء بكثير من الأحيان ما كان على قد المسؤولية. الأداء ما كان على قد المسؤولية. العودة إلى الوراء ما بقى يفيد، وجلد الذات حكما ما بقى يفيد. اليوم لبنان بخطر، وإذا انتصر مشروعنا نحن قادرين نحميه، ومنحمي معه كل اللبنانيين 8 أذار و14 أذار ووسطيين. وإذا انهزمنا بتزول الهوية، بيخضع القيان، نخسر الجمهورية. هالقد مسؤوليتنا كبيرة، هالقد نحن جاهزين أن نكون على قد المسؤولية. بدنا نعود إلى الثوابت، آن الأوان. آن الأوان أن نؤكد لللبنانيين أنه لا تراجع ولا مساومات بعد اليوم. آن الأوان أن نوضح لللبنانيين أنه معركتنا منا معركة سلطة، معركتنا منا معركة تقليدية ضد أشخاص، معركتنا منا ضد نجيب مئاتي، معركتنا منا ضد نبيه بري، معركتنا منا ضد وليد جنبلاط، معركتنا منا ضد ميشيل عون، معركتنا منا ضد سليمان فرنجية، منا ضد إليسكاف، منا ضد محمد الصفدي. فاكر عليك؟ معركتنا معركة وطن، معركتنا معركة سيادة، معركتنا معركة دولة. اللي بيقول لبنان أولا نحن معه، هيدا هو بكل بساطة. وهون بدي أتوجه لهؤلاء القادة السياسيين اللي سميتهم، وبدي أسألهم سؤال، سؤال من القلب للقلب. إذا ربح مشروع إيران بلبنان، هل أنتوا عندكم محل فيه؟ بدي أسأل الرئيس نجيب مئاتي، إذا انكسرت 14 أذار هل هو عنده مستقبل سياسي؟ بدي أسأل الأستاذ وليد جنبلاط وقت قاعد بالمختارة وخايف من الاغتيال، خايف من بيت معوض؟ بدي أسأل العماد عون، وبدي أسأل التيار الوطني الحر اللي نضلنا نحن وياهم سوا، هل هيدا لبنان اللي شفناه، لبنان الدولية بالمحروقة أو الأجنحة العسكرية، هيدا هو لبنان اللي بيشبهون؟ هيدا هو لبنان اللي بالدنيا؟ هيدا لبنان اللي اعتقلوهن واللي ناضلوا من أجله؟ بدنا ننسى شوي انكيات يا شباب، بدنا ننسى شوي الانقسامات، أنه نحن بالمطلق ضد حدا بيصير كل شيء مزبوط. أنا بدي أقول شغلة، اليوم مشروع إيران حزب الله بحاجة لهؤلاء تيكسروا مشروع الدولة، ولكن إذا لا سمح الله نجحوا كسروا مشروع الدولة، خوفي كل خوفي أن ينطبق عليهم القول أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
حان الأوان أنه نرجع نعيد التأكيد أنه لبنان ما في ينهض إلا بكل مكوناته، وإننا اللبنانيين الشيعة اللي كانوا معنا بساحة الحرية بساحة الشهداء سنة 2005 واللي أكدوا أكثر من مرة أنه هن منهم مع مشروع إيران في لبنان، هن مع لبنان، هن مع لبنان الدولة، هن مع لبنان السيادة. وإننا نحن ارتكبنا أخطاء جسيمة وخطايا جسيمة بحقهم، لابد من مراجعة، لابد من تصحيح، لابد من مصالحة. لبنان ما بيقوم بدون الطائفة الشيعية، كما لبنان ما بيقوم تحت وطأة السلاح. وحماية هالطائفة الحقيقية ما بتكون بالسلاح، حمايتها ما بتكون إلا بلبنان. خلينا نشوف كلنا سوا شو اللي عم بيصير من حوالينا بالمنطقة، بسوريا وبفلسطين وبمصر. خلينا نشوف شو اللي عم بيصير تنتأكد أنه حمايتنا بلبنان. بدنا نكون إيد بإيد، وما لازم نسمح برهن مستقبل لبنان ومستقبل الطائفة الشيعية اللبنانية لمشروع هيمنة سلاح، لأنه هالمشروع رح يشكل حكما وبوقت قريب عبء على الجميع. آن الأوان أنه نتصرف على أساس أنه المعركة هي معركة أكثرية بوجه مشروع إيران على لبنان، منا معركة أحجام بقلب 14 أذار، منا معركة أحجام بقلب 14 أذار. أنا منو هاممني إذا هيدا الحزب بيطلع له 5 نواب أو 10 نواب أو 15 نايب، منو هاممني الأحجام. أنا بدي أقولكم شغلة، اليوم كتلة لبنان أولا فيها حوالي 37 نايب إذا أنا ماني غلطان، هل هال 37 نايب قدروا يرجعوا سعد الحريري إلى لبنان؟ بقى خلينا نطلع من هالمعارك الوهمية. معركتنا مش نكبر كتلتنا من 10 نواب ل 15 نايب، معركتنا نكون ايد بايد، ايد واحدة بمعركة واحدة، الاحزاب والقوى السياسية والجمهور العريض ل 14 اعذار بعنوان واحد، اكثرية سيادية لتشكيل حكومة سيادية. كان الاوان أن نعيد التأكيد أن بقدر من داعمين لربيع عربي ديمقراطي، بقدر من متمسكين بمشروع لبنان أولا. إيه نعم، نحن مع الربيع العربي لأن مع الحق ومع الحرية ومع الكرامة. نحن مع الربيع العربي لأن منعتبر أن الأنظمة اللي سقطت والأنظمة اللي عم تسقط هي كانت وما زالت العائق الأساسي أمام تكوين دولة فعلية في لبنان. نعم، نحن مع الربيع العربي لأننا مقتنعين أنه عالم عربي حر وديمقراطي بيدعم فكرة لبنان حر وديمقراطي. عالم عربي حر وديمقراطي ما بتعيد شغلته وعملته يتداخل بالشؤون الداخلية اللبنانية. نعم، نحن مع الربيع العربي لأننا مقتنعين أنه الشعوب اللي ثارت للحرية، شعوب اللي ثارت للحرية تتكسر الدكتاتوريات العسكرية، ما حتقبل يرجع ينفرض عليها دكتاتورية دينية. وشوفوا تماما شو اللي عم بصير بمصر اليوم. نعم، نحن مع الربيع العربي بكل فخر وبكل قناعة، ولكن علمنا هو العلم اللبناني، العلم اللبناني فقط ولا غير. أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، عادت الاغتيالات، لبنان بخطر، وأمامنا نموذجين، نموذج اغتيال الرئيس غني معوض. تتذكروا بهذيك الأيام كنا ملهيين بخلافاتنا، وكنا ملهيين بانقساماتنا، وكنا ملهيين بنكيات بين بعضنا. شو اللي صار؟ اللي صار وصاية، ووصاية كلنا سوا بالنتيجة فعنا تمنى. تم اغتيال غني معوض، وبلحظة اغتيال غني معوض صار في 13 تشرين، واغتيال داني شمعون ونفل عماد عون
واستكمالنا في الشيخ أمين جميل واعتقال الدكتور سمير جعجع وسبعة آب والكبت والقهر وصولا إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري اللي فكر بلحظة أنه قادر يخلق مساحة تحت سقف هذه الاغتيال هذه الوصاية ولكن تبين بالنتيجة أنه وقت الوصاية بتحط إيدها على لبنان ما في مساحة لأحد. هيدا هو أول نموذج. أما النموذج الثاني هو نموذج اغتيال رفيق الحريري وقت توحدنا مسلمين ومسيحيين دفاعا عن لبنان العظيم. شو اللي صار؟ صار ثورة أرز، صار استقلال تاني، صار وقت نختار. وأنا أكيد أن الفينيق اللبناني لم ولن يخضع، لن نختار الانقسامات، لن نختار الخلافات، لن نختار الوصاية. خيارنا هو لبنان، لبنان الاستقلال الثاني، لبنان ثورة الأرض. وكأني بيرن معوض يقول بآخر كلمات عشية استشهاده: ندائي إليكم سؤال من القلب إلى القلب، هل نحب هذا الوطن؟ أعرف الجواب. تعالوا إذن نتحد، نبني معا، نفرح ونعيش. عاش لبنان. قبل ما العقل نضيع هات المحشي في فستو او الكرمان ما تفرق لوح الروكسي 500 بس ب500 هيك ترونوكسي.